بام 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 بام. اي لا فامي عاد واش كتشوفوني مزيان ولا لا؟ واش داكشي داير ولا ما دايرش؟ انتوما بديتو كتدخلوا صافي زيد مرحبا بكم. نتمنى تكونوا بخير. مرحبا على القرص باش الوقت هو الوقت. قلت لكم 12 ما تعطلش عليكم. مرحبا بكم على القرص حتى نتوما كتسناو. مرحبا بكم نتمنى تكونوا بخير. نتمنى تكون الامور عندكم غدا مزيان. الماتش ديال الريال سهله، الماتش ديال البارسا سهله حتى هو ولا مازال ساليتو داكشي ديالكم كاملين؟ ايوا كنا نديرو لايف مع 8 ساعه قلت لك كاين الماتش قلنا نخليوه حتى 10 باش يسالي داكشي كامل. صافا امور مزيان، كتسمعوني مزيان، كلشي هو هذاك، الصوره كتشوفوني مزيان. الا كتشوفوني مزيان وكتسمعوني مزيان قولوها ليا باش نعرف داكشي غادي مزيان. كتبوا لي في لي كومونتير واش كتسمعوا الهضره وداكشي كلشي. واخيرا وييه واخيرا اخويا اش كتعاود؟ والله الا بخير اخويا عتمان الله يحفظك. كلشي مزيان تمام تمام يا ابو. انا ولي طرقي معكم هنا. صافا بخير، اموركم مزيان، كلشي هو هذاك. المهم الناس اللي ما عارفينش، غتكون الاغلبيه عارفين ولا كلشي تقريبا عارفين علاش داير اللايف. دونك الناس اللي شافوا لي ستوري غادي يكونوا عارفين بلي غادي نجي نقول لكم على الشركه اللي انا درت هنايا، والاغلبيه ديالكم غادي يكونوا ديجا قلتها لكم في لي ستوري ما كنتوش ما عارفينش ديالاش. مي اليوم ان شاء الله قلت غادي نجي نهضر لكم شويه عليها. قبل ما ندوي لكم عليها، قبل ما ندخلوا على في البلان ديال الشركه علاش كدوي، ما بغيتش اللايف يكون طويل. دونك بغيت اللايف تكون فيه ماكسيموم ساعه. دابا بديت 12 ونص، خصني نسالي، خصني نقول لكم داكشي اللي خصني نقول. anyway المهم قبل ما ندخل لكم في لي ديتاي ديال الشركه، فاش علاش شنو التخصص ديالها، علاش دايرها، شنو هما لي سيرفيس اللي عندنا، شنو كنديروا، علاش مبنيه كامل، غادي نقول لكم. غادي يكونوا بزاف ديال الناس كيتسائلوا علاش انا ما كنتش قلتها لكم شحال هذه، اولا علاش انا ما كنتش قلت لكم بلي راه كاينه شي شركه، ما كنتش قلت لكم حتى حاجه، وكنت مخبي هذا الشيء زعما لراسي، عارفين غير الناس اللي قرابي ليا ولا الناس اللي خدامين معايا، وما كنتش بغيت نصرح بهذا الشيء في السوشيال ميديا نهائيا. ما بغيت حتى شي واحد يعرف او نستغل السوشيال ميديا في هذا الشيء وهذا الشيء كامل. علاش بقيت ساكت زعما مع الرغم انه زعما شحال هذه حنا خدامين تقريبا، مي وصلت الوقيته. اوكي سيرتو هادشي اللي غنبارطاجي معاكم غدا، زعما راه ديجا حنا خدامين، ديجا الخدمه غاده تقريبا اكثر من عام تقريبا، وحنا خدامين اكثر كاع، وحنا خدامين بلا سوشيال ميديا، بلا حتى حاجه، بلا مواقع التواصل الاجتماعي، بلا ما نستغل الشهره ديالي، بلا ما ندير حتى شي حاجه، بلا ما حتى واحد ما عارف، نتوما ما عارفينش، حتى واحد ما عارف، ميم صحابي كاين دي زامي ديالي ما عارفين حتى حاجه. دونك خليت داكشي هنا، خليت داكشي حدو تركيا، حدو اسطنبول، حدو هنايا تركيا والناس اللي خدامين معايا صافي. اوكي داكشي علاش ما بغيتش داكشي يخرج، انا نقول لكم علاش. حيت في الاول خاصني ناخذ، انا بغيت ناخذ التجربه ديال انني نخدم بحال اي واحد عادي، ونتقاتل على راسي، وتكون تجربه ديال الخدمه ماشي ديال انني نجي نلقاها مقاده، يعني نبارطاجي راسي ويجيو الناس وفوالا صافي، غير حيت هو معروف الناس كيعرفوا داكشي علاش داكشي خدم لي مزيان اولا. لا خصني نخدم بحال اي ايها الناس، بحال اي واحد اللي ديجا خدام ومقاتل وباغي بارطاجي، باغي يخدم على راسو، ما يستغل لا شهره لا حتى حاجه. علاش الصاد باش نقول لك باللي راه ماشي بالضروره تكون مشهور باش تنجح في شي حاجه، راه تقدر انت اولا انت دير شي افير وتنجح فيه بلا ما تكون حتى شي، ما تكون شي واحد مشهور بلا حتى حاجه، تامن بالقدرات ديالك وتعرف باللي راه الا كان عندك عقل واعر وكنتي قاري وعارف حافظ سواريك شنو غادي دير، وكان معاك واحد التيم واحد ليكيب اللي كيخدم مزيان، وتقدر انفيستي، تقدر تنجح في شغلك وفي اي حاجه غادي ديرها، ماشي بالضروره تكون مشهور. دونك خديت التجربه ديال اني نخدم لراسي هذه المده كامله بلا ما نعتمد لا على الشهره ديالي لا عليكم نتوما تجيو نتوما تسيبورتيو داكشي اولا شي واحد اخر يبارطاجي لي، حتى واحد ما كنعرف، وندخل السوق ونفهم نعرف الطومين ديالي، نكون واكلو عارفو، عاد ديك الساعه خاصني نقول لكم علاش، باش غير ما نتسماش انا مخبي عليكم، اولا باش ما نتسماش زعما كنلعب موراكم ولا شي حاجه، حتى يجي واحد النهار نقول لكم غنقول لكم فهمتوا. داكشي علاش جات الوقيته نقول لكم شنو كاين.
واخا ما غاديش نبارطاجي معكم كلشي، ولكن غنعطيكم نبذه، غتعرفوا اني ولا غتعرفوا شنو كاين ان شاء الله. دونك انتما تكونوا تفهمتوا هذا البلان هذا ديال انه بغيت نعيش حتى انا بحالي بحال اي واحد هنا، فهمتي، يعتمد على راسو بعيدا على ديك الشهره، بعيدا على داكشي كامل ديال السوشيال ميديا، الناس متبعينك وداكشي كامل. لا، خصني نكون بحال اي واحد باغي يبدا افير ازيرو. خليني من السوشيال ميديا، خليني من فيصل فلو، خصني نكون انا فيصل داك السيد اللي باغي يخدم خدمته. داكشي علاش خصني نعيش تجربه، والحمد لله دازت وحده خدامين. شتي دابا ما محتاجين لا السوشيال ميديا لا حتى حاجه، فريمون ما محتاجين حتى شي حاجه. دابا ما محتاجش انني نبارطاجي هادشي في السوشيال ميديا بلا ما نقول لكم، نقدر زعما ندوز هادشي ونكمل خدمتي عادي بلا ما يعرف حتى شي واحد، حيت حنا الحمد لله خدامين بلا سوشيال ميديا بلا حتى حاجه. تقدر هادشي اللي غنبارطاجي معاك يقدر يكون ديجا طلع لك في فيسبوك، في شي ادز، في شي اشهار، في شي ادز فيسبوك ادز، ولا في الانستغرام سبونسوريزي، ولا شي حاجه، وما غتعرف كاع واش هذا الشيء داخل فيه انا، واش ديالي ولا ماشي ديالي، واش ديجا طالع عليك. وتقدر كاع تكون تعاملتي معنا وما عارفش باللي انا، تقدر كاع تكون دخلتي الباج ديالنا وما عارفنيش باللي انا، ما عارف حتى حاجه، واش فهمتي. ولكن هذا الشيء فاش كاين فعلا انك كتدخل للسوق، كتفهم السوق هو الاول، كتخدم ماشي اجونس دو فواياج. المهم انا غنشرح لك البلا، ماشي اجونس دو فواياج ولكن كاين الفواياج، فهمتي، باش غير نعطيك الصوره. anyway المهم غدا غادي نبارطاجي معكم دابا باش نشرح لكم بشويه بشويه باش ما تلفوش. الشركه بلاتي خصني ندير هكا باش هكا فوالا. الشركه ديالنا فيها بزاف ديال لي سيرفيس، باش غير تعرفوا كنديروا بزاف ديال لي سيرفيس، بزاف ديال الحويجات. عندنا بزاف ديال لي ديبارتمون في الشركه، شركه جلوبال كبيره، مي فيها في وسط منها بحال اللي قلتي فيها شركات اخرين، كل شركه عندها التخصص ديالها. اوكي، عندنا بزاف ديال لي ديبارتمون اللي كيديروا بزاف ديال الحويجات، كل ديبارتمون مختلفه على الاخرى، وفي نفس الوقت كيكملوا بعضياتهم. دونك تقريبا شي 6 ديال لي ديبارتمون اللي عندنا، وكل ديبارتمون عندها التخصص ديالها وفيها الناس اللي خدامين فيها. فاش كنقول شركه راه كاينه ايكيب، ما كندويش على راسي، كاينه ايكيب، راه كاينين ناس كثار خدامين، كاينين ناس لي ديبون ديالهم انا فوي انفيستي وخدام زعما، وعلى الشركه ديالي وكاين راه جايب معايا عندي مورايا جيش اللي خدام لي فريمون الناس اللي عندهم لي ديبلوم ديالهم وقارين على برا، قارين في المغرب. باش تعرفوا واحد الحاجه، تكون متاكدين المغاربه خدامين معانا تقريبا 97% 98% هي الناس اللي خدامين مغاربه. كاين الناس جاوا كيقراو هنا اوكي وخدموا معانا، كاين الناس جاو من المغرب، كاين بزاف ديال الحوايج، كاين الناس خدامين معانا راهم حاصلين في المغرب وغادي يجيو هاد الايامات. دونك باش غير نعطيكم صوره واضحه وصافي. حاجه اخرى اللي بغيت نقول لكم، هو الحاجه اللي غنبارطاجي معكم غدا، غنبارطاجي معكم واحد ديبارتمون من بين بزاف ديال لي ديبارتمون اللي عندنا في الشركه. يعني غنبارطاجي معكم واحد الحاجه اللي كنديروها، اللي هذه هي وقتها خصني نبارطاجيها معكم، هذه هي وقتها. وكما قلت لكم الشركه فيها بزاف ديال لي سيرفيس، بزاف ديال الحوايج اللي غادي يفيدوكم. كنت ديجا شحال هذه كنت قلت لكم باللي فاش قلتوا لي واش غادي دير فواحد الكيو ان اي، كنت كنعقل الا كنتو كنعقلوا نتوما، قلتوا لي واش تقدر دير شي افير شي بروجي هكا في الواقع هكا. شنو كنت قلت لكم؟ قلت لكم بغيت ندير شحال هذه سولتوني، قلت لكم بغيت ندير افير ديالي، ولكن لافير اللي بغيت ندير ولا البروجي اللي بغيت ندير بغيت نخدم معايا مغاربه ونستهدف المغرب، المغاربه يعني نحاول نعاونهم بداك البروجي اللي غندير، يعني الفئه الاولى اللي غنستهدف هي المغاربه. وهذا الشيء دونك اللي كنديرو دابا فريمون كنستهدفو المغاربه، العرب بصفه عامه فيما كانوا في العالم، ولكن بالضبط المغاربه. الحاجه اللي غادي نقول لكم هو اي واحد خصني تفهموا واحد القضيه باش نعطيكم نبدا على الشركه. شتي اي واحد باغي يجي دخلوا ريوسكو، اي واحد باغي يجي دابا هنا غنشرح لكم الشركه علاش دي سيرفيس، وكل سيرفيس في كتعتبر ديبارتمون، يعني كيعتبر واحد الشق واحد الفرع عنده ايكيب ديالو، ايكيب اللي مكونه من واحد من 10 حتى 15 واحد غير في ديبارتمون وحده، وديبارتمون وحده واحد 15 واحد اخرين. يعني الا جينا نحسبوا شحال ديال الناس في الشركه خدامين مورايا، راه فريمون الناس اللي واعرين وخدامين وكيتواصلوا 24 ساعه على 24. anyway اي واحد مهتم بالقرايه في تركيا، اي واحد مهتم يجي يدور في تركيا، اي واحد باغي انفيستي في تركيا، اي واحد باغي يسكن في تركيا سواء غيشري او سواء غيكري، اي واحد باغي يخدم في تركيا، اي واحد عنده شي مشكل في صحته، اي حاجه باغي يقادها في صحته، لا في التجميل، لا في عنده مشكل مريض، لا في اي حاجه سواء تداوي
بالاعشاب، سواء التداوي باحدث التقنيات اللي كاينه دابا، اي حاجه، سواء اي واحد باغي يقاد شي حاجه لا في وجهه لا في الكور ديالو، اي حاجه كيف ما كان. ما بغيتش نعطيكم لي ديتاي، ما عطيتكم نبذه باش غير تفهموا. شي واحد باغي غير يجو باغي يجي غير دور، باغي يدير غير بروغرام ديالو، شي واحد باغي يقاد اقامه ديالو، شي واحد باغي يدير بزاف ديال الحوايج. دونك عطيتكم نبذه، اي ابخي غادي نعطيكم شي حويجات اللي غادي يصدموكم. حيت باش الحاجه اللي خصكم تعرفوا بلي هذا الشيء اللي كندوي عليه راه فريمون شي حاجه اللي كبيره، راه فريمون شركه اللي كبيره، والحمد لله درنا بلاصتنا في تركيا بشحال هذه، خدامين من شحال هذه. دونك شي حاجه اللي فريمون كبيره، راه فاش كندوي كنقول راه خليني من فيصل اللي كتعرف في لي فلوغ، وفيصل اللي كتعرف في لي ستوري، فيصل ديال الضحك بابا بابا، راه في الخدمه فيصل واحد اخر، لا علاقه مع هذا اللي كتعرف دابا نهائيا. خليني فاش كنحط البورتابل ديالي وكتكون الخدمه، راه كتشوف كيكون واحد اخر، تقدر تشوف في الخدمه ما تعرفنيش تقول واه واش هذا كان كينافقنا في السوشيال ميديا، ماشي هكذا مي نو، الخدمه حاجه واحده، حاجه واحده اخرى، فهمتي؟ لا خويا الكو ما خدام مع حتى واحد، الكو ما خدام مع راسي، ما خدام مع حتى واحد، بلا ما تشبليش اسميه ديال شي حد، خدام مع راسي ومع الايكيب ديالي اللي خدامين معايا مغاربه الحمد لله قليل، ما خدامين مع حتى شي واحد الحمد لله، عندنا شركتنا وعندنا ايكيب ديالنا. دونك الحاجه اللي بغيت نقول لكم هو غدا غادي نبارطاجي معكم واحد الحاجه، يعني واحد ديبارتمون من هذا الشيء، من هذه الشركه هذه اللي متخصصه بواحد التخصص اللي وقته هي هذه. غدا غادي واحد الحاجه اللي غتفيدكم فريمون، غنعطيكم معلومات اللي واعرين بزاف، غتشوفوا فريمون، غتشوفوا باللي حنا تعاملنا لواحد الدرجه اللي ماشي غير راعينا اننا كنتعاملوا مع مغاربه، ولكن راعيت انني انا كواحد الشخص اللي فريمون بدا ولد الشعب وبدا من والو وباغي يقدم شي حاجه، يعني كاع دوك الظروف اللي انا عشت منهم ودزت منهم وديك المقاتله، كاع ديك المقاتله اللي دوزتها وداك الشيء كامل، راه عيت لي هذاك الشيء. علاش بغيت اي حاجه غنعطيها ليكم، اي حاجه غنعطيها للمغاربه، راه غادي تكون شي حاجه اللي واخا تمشي تقلب التدعيه ما غتلقاش بحالها. انا ما بغيتش نحرق لكم هذا الشيء، غدا ان شاء الله الجمعه غادي نحط لكم لي ستوري، غادي تشوفوا لي ستوري ديال داك الشيء اللي غادي نقول لكم، غتشوفوا السميه ديال الواحد، غنبارطاجي معكم. خصكم تعرفوا واحد الحاجه، هي راه كل ديبارتمون عندها باج ديالها ديال الانستغرام بوحدها، وغدا غادي نبارطاجي معكم غير وحده، يعني بحال اللي قلتو من الشركه كامله، غنبارطاجي معكم 10% ديال داكشي اللي غادي نعطيكم، وماشي اشهار. دونك هادشي ديالنا خصكم تعرفوا بلي كاينه ايكيب اللي مورا هادشي اللي خدامه، ماشي هادشي غادي منا اليكم ان شاء الله، غادي نتقاتلوا معكم وفريمون ما غاديش تندموا، وغتعرفوا شي حوايج اللي غادي يفيدوكم. ومن ما بغيتش نحرق المراحل، ما بغيتش نقول شي حاجه، مي كل حاجه عزيز عليا نخليها بوقتها، داكشي علاش هادشي دابا جو في وقته دابا. اوكي دونك الحاجه اللي بغيت نقول لكم هي هي شركه ديالنا الحمد لله، اي حاجه غتخصك في تركيا كاينه عندنا. انا ماشي كنشكل في راسي، ماشي غنشكل لك في راسي باش نبيع، ماشي كندير لكم هادشي، وانما من هنا لقدام غادي تعرفوا علاش، حيت كل مره غنعطيكم شي حاجه فريمون، راه شي حاجه اللي كبيره بزاف، والحمد لله غادا خدامه بخير بالمقاتله والنيه ورضات الوالدين، وحنا غاديين بخير الحمد لله، هادشي اللي كاين. المهم عطيتكم نبذه على الشركه، ما بغيتش نحرق، مي غدا غتشوفوا كلشي ان شاء الله في لي ستوري، غدا نحط لكم لي ستوري، ولهذا اللايف هذا اللي بغى يهزو ياخذو، اللي بغى يدير به اي حاجه بارطاجي لي ستوري غدا حتى هما بغيتو تاخذوهم هزوهم، ما عنديش مشكل، حيت فريمون غدا غتعرفوا شي حويجات اللي واحد الشق من الشركه اللي غادي يفيد بزاف ديال المغاربه، وغادي نعطيكم العروض اللي كاينين، وغادي كاينين هدايا فريمون، كاينين دي كادو ليكم، لي دي كادو اللي فريمون كيتقاموا بفلوس، مي حنا غنعطيوهم ماشي كادو، غنعطيك بورتابل اولا نقول لك غنصيفط لك 1000 درهم ولا داكشي، نسى عليا داكشي، شي حوايج شي حاجه اللي ما عمرها درت، شي حاجه اللي انت غتحس بها بلي فريمون معامله واعره، هادشي اللي غادي نقول لكم، ماشي انا ما داكشي اللي على بالكم ما كنديروش، راكم عارفين هادشي اللي كاين. الا عندكم شي سؤال راك حرقتي كلشي، لا ما حرقت كل والو، دابا بحال قلتي بحال قلتي عطيتك 2%، والله الا بحال عطيتك دابا بحال عطيتك 2% من داكشي اللي كاين، مازال ما عطيك والو. هادشي اللي كاينو ريوك راه شاهد، ها هو ريوك حاضر معنا، الناس اللي متفرجين في الديت نوت راه غادي يكونوا كيعرفوا ريوك ياك، بقاي الكره الارضيه واقفه، الناس اللي كانوا يتفرجوا في الديت نوت غادي يعرفوا ريوك. سو هادشي اللي كاين، الا كان شي سؤال ولا شي حاجه سولوني غنجاوبكم. بقى تقريبا 10 دقائق ونصال اللايف، وهذا اللايف غادي نخليه في البروفايل، غادي يبقى اي جي تي في، الا كان شي سؤال سولوني ونجاوبكم ما عندي حتى شي مشكل.
ما كاين حتى شي مشكل نجاوبكم على اي حاجه. اللايف راه غادي يبقى في البروفيل، يعني اللي ما شافش اللايف راه يقدر يدخل، غادي يلقاه في اي جي تي في البروفيل ديالي ويدخل يعاود يتفرج فيه. درتو قصير، بغيت نديرو قصير غير باش اللي بغى يعاود يتفرج فيه ما يجيش طويل، ماكسيموم غيكون نص ساعه. اذا كثرنا دابا يلا وصلنا 15 دقيقه اللي وصلنا دابا في اللايف، وشوف شنو خويت لكم فريمون، قلت لكم بزاف ديال الحوايج. عطيني شي سؤال، عطيني شي سؤال، بغيتو شي سؤال نجاوبكم دغيا. ما قلتي حتى شي حاجه مفيده اخويا رضا، هادشي ماشي مفيد ليك انت حيت ما كيهمكش انت، شحال في عمرك انت؟ باقي صغير حبيبي، دونك داكشي راه كيفيدكش من هنا لواحد 3 سنين 4 سنين يقدر يفيدك هادشي فريمون. ترجع ليه قدرت تقول تلقاه باللي مفيد، ولكن بالنسبه ليا انا مفيد ديال بصح، وبزاف ديال الناس هنا غدا غادي يكون هادشي ديالهم مفيد فاش غنبارطاجي لي ستوري. مي انت راك ما كاين باللي باقي صغير، واقيلا داكشي علاش هادشي جاك ماشي مفيد. الا كنتي مولف شي لايف ديال شي حد كيتفلى عليك اخويا، انا ما كنديرش التفليات وما كنديرش داك الضحك، داكشي ما عنديش انا اللايف اصلا ما كنديروش مره فشحال. نيشان ويا اخويا نيشان، داكشي اللي كاين واش انا نبقى نافق بنادم؟ ما عنديش مع داكشي ديريكت، داكشي اللي كاين غنقولو صافي. اي فوالا هادشي اللي كاين فغي خويا فيصل، الله يحفظك حبيبي. الناس اللي عارفين راه عارفين شنو كاين. انا ما تضحكوش على السيد الخطرة، انا جاوبته ماشي تقمعته ولا شي حاجه، ما تضحكوش. فوالا 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 هادشي اللي كاين الخوت. دونك الا ما كاينش شي سؤال، فوالا واحد الحاجه خصكم تعرفوها بعدا، هادشي اللي متعلق بالشركه كنوجد ليه فلوغ، دونك كان ديجا كنصور فلوغ، كاين فلوغ ديال هادشي كتصور فيه الشركه كامله، الناس اللي خدامين فيها بلوفيس ديالها، بالسياج الكبير، بكلشي، بلي ديبارتمون كاملين، بالشرح، باي حاجه، كلشي كاين فلوغ كيتصور ديجا. مي في نفس الوقت راه غادي انا كن غادي وكن كل مره في لي ستوري غادي نعطيكم شي حاجه. دابا غدا غادي نعلن لكم على في لي ستوري على ديبارتمون اللي غادي تعرفوها ديالاش، التخصص ديالها ديالاش، والناس اللي بغاو يستافدوا من داكشي اللي غادي نقول غدا، راه غادي نقول لهم فين غادي يقدروا يكونتاكتيو ويهضروا وكلشي. اي مورا الويكاند ان شاء الله السيمانه الجايه غادي نعلن على ديبارتمون واحده اخرى اللي غادي تعرفوها شويه بشويه باش تفهموا البلانكي ديال شويه بشويه. ما بغيتش نعطيكم كلشي على في الدقه حيت ما غتفهموا والو، يعطيكم كلشي في الدقه، دونك شويه بشويه غتفهموا كلشي. ومن هنا تقريبا تقول من هنا لواحد 20 يوم ماكسيموم غادي تلقاو ريسكم عرفتوا كلشي على الشركه، عرفتوا كاع التخصصات اللي كنخدموا فيها، كاع لي ديبارتمون اللي عندنا، كلشي غتكونوا عرفتوا هذيك الساعه، غتكون عندك فكره وغتعرف لي باج كاملين، حيت كل ديبارتمون عندها باج ديالها بوحدها في الانستغرام، وتقدر تكون طلعات لك في الانستغرام وما عرفهاش، فهمتي؟ فوالا هادشي اللي كاين. دونك وحاجه واحده اخرى خصكم تعرفوها، باللي قريب ان شاء الله فاش غنعلن على هذا الشيء كامل وغادي نقول لكم، غادي يكون واحد الجيميل اللي غادي نقادو، واحد الجيميل اللي غادي نعطيه لكم ديال الناس اللي باغيين يخدموا. هذا الجيميل متعلق بالشركه، ماشي اللي باغي يخدم شي حاجه، ماشي كنطبروا على خدامي حنا، لا متعلق بالشركه ديالنا. اي واحد عنده شي حاجه، دي شي ديبلوم في شي حاجه، قاري شي حاجه، كنعطيو ايميل، غنعطيكم ايميل ديال اي واحد باغي يتقدم بخدمه، كيصيفط السي في ديالو في ديك الشركه. حنا غادي نشوفوه، يعني فاش غادي يكون خاصنا شي واحد اللي غادي يخدم معنا مثلا، غادي نشوفو لي سي في. دونك باك اللي غادي يكون مثلا خدامين حنايا، شفناه بلي عنده داكشي اللي باغين، سواء كان في المغرب ولا كان هنا، راه ان شاء الله غادي نتواصلوا معاه باش يجي يخدم. هادشي كنقول لكم حيت ديجا قلت لكم بلي انا شحال هادي، قلت لكم بلي نهار اللي بغيت ندير البروجي ديالي بغيت نخدم فيه مغاربه، بغيت يخدموا معايا مغاربه ولاد بلادي، نجيبهم من المغرب يجيو يخدموا، ولا كانوا هنا، ولا يعني معنا ناس عندهم اللي راه كيقراو خدامين هنا في تركيا، باش تفهموا البلان كي داير. دونك هادشي اللي كاين، ما نطولش عليكم، تهلاو في راسكم. غدا ان شاء الله لي ستوري خصكم تشوفوهم ضروري، غادي يكونوا دي ستوري اللي غتعرفوا فيهم حاجه اللي صافي ديريكت، فهمتي؟ غتعرفوا شي حوايجات اللي واعرين، ديبارتمون كيما قلت لكم واحد الشق من الشركه اللي غادي يفيد الناس. دونك غدا ان شاء الله تسناو لي ستوري اللايف اللي غادي يبقى في سميتو في البروفايل في انستغرام. بغيت غير نعطيكم نبدا دابا، غتكون توضحات لكم الصوره، شنو عطيتكم، شنو كنديروا، شنو البلانات اللي عندنا. وقلت لكم بلي عندنا كاينه ايكيب، فاش كنقول الشركه ما كدويش انا على راسي، ماشي انا اللي غادي نجي، ماشي انا اللي كنجاوبك ولا انا اللي غادي نقول لك شنو غادير، كاينه ايكيب، كل واحد اي حاجه كتسول فيها
اي حاجه غتسول عليها راه كاينين الناس اللي متخصصين وقاريين عندهم دي زيكسبيريونس ديال 15 عام، من 10 سنين حتى 15 عام، يعني الناس اللي خدامين ديال بصح فريمون دوزو الحرفه دوزو هذا الشيء. دونك فاش غتجي دوي معاه راه غادي يعطيك ان شاء الله. ما يحرقوش مراحل غدا ان شاء الله، شوفوا لي ستوري وراكم تما، باي.